كتب جوتي شاعر ألماني الشهير: العرب شعب من الشعراء. وقال أيضا: لولا أمر القيس لقلت أن هوميروس أشهر شعراء العالم. هوميروس هو شاعر إغريقي، لأنه أمر القيس في شطر واحد وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر واستذكر. ويقصد جوتي هذا الشطر من بيت شعر السالة أمر القيس قصيدته المشهورة: قف نبكي من ذكرى حبيب ومن سلي، قف نبكي من ذكرى حبيب ومن سلي. وهو ما يعرف في الأدب العربي بالوقوف على الأطلال والحنين إلى الماضي. نعم، إنه تعبير رائع لا يمكن وصفه إلا بالشاعر.